للدرايش ذكريات وماضي في صدر السنين. نفتح نوافذ مقفلات ونشاهد الماضي حنين. نلمس شواهد حاضرات هي نفايس الأولين. ونصدر الصورة ثبات من زمان الطيبين. ومن نافذة إلى نافذة أخرى على الماضي يستمر حوارنا مع سعادة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني في متحفه. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، نتابع معكم التجوال في متحف الشيخ فيصل بن جاسم آل ثاني وفي قسم السيارات، ونستكمل حوارنا مع سعادة الشيخ محمد بن فيصل بن جاسم آل ثاني. مرحبا. مسيك بالخير. مرحبا شايل. يبا شو هاي هذه شنو السيارة؟ احنا هذه السيارة يعني من اقدم السيارات اللي موجودة في المتحف. هي بنز موديل 1900. بنز قبل ما تصير الشركة اسمها مرسيدس بنز. زين. كان المهندس اسمه كارل بنز، وهو اللي اخترع السيارة المكينة. هي هم هذيك الأيام كانوا متعودين أكثر شيء على البخار. صحيح. فأول مكينة بترول كانت اخترعها هو البنز، والسيارة مشهورة، وهذه أول واحدة ينتج منها يكون في خط إنتاج وصار يبيع. هذه السيارة انباعت، إذا تشوف هني مكتوب عليها، طبعا هذه فيها مظلة ومكتوب عليها بيتنت موتور واجن، ومباعت في مدينة أوكسفورد في بريطانيا. صحيح. وكانت يعني في ذاك الوقت السيارة غالية، هي عبارة يعني كانوا يسمونها مثل ما تقول عربة الخيل، فالعربة اللي من غير حصان. يعني استوحوها بالعربة. بالضبط. والديزاين ماله خاصة السيارات اللي من ذيك الموديلات نفس الشيء. تعتبر من أوائل السيارات لبنز، ها؟ حق بنز. اي طبعا. بنزي. هذه موديل 1900. مرسيدس عقب دخل معه. مرسيدس عقب هم تغير الاسم يعني صارت شركه. اي بس هذه قبل يعني، هو كان في ذاك الوقت مهندس وعنده فكره وبلش يعني في الشركه وانتج منها سيارات. السياره هذه مكينتها هني ورا، فيها سلندر واحد. اي واربعة ونص حصان. هذه فيها مظلة على الجنب. هاي إيه؟ هذه في أي مدينة صنعوها؟ في هذه في ألمانيا. في ألمانيا في شتوتغارت. شتوتغارت. إيه. و مثل ما قلت لك السيارة سلندر واحد أربعة ونص حصان. يعني السيارة هذه إذا مثلاً الشارع ما كان متوازن أو في طلعة خفيفة ما راح تمشي. يعني حتى لو تشوف في سباقات يسوونها لين اليوم في لندن، سباق مشهور اسمه. صحيح. في برايتون، لندن تو برايتون. إذا وصل عند مكان مرتفع تلاقي ينزلوا من السيارة يدزونها. يعني هذه جزء من تاريخ السيارات. تاريخ السيارات. أي نعم. شو بتروي لنا بعد؟ وفي الله يسلمك في السيارة اللي ورانا هذه. هذه الكادلك. هاي كادلك ها؟ كادلك. إيه.
كادلاك موديل الخمسينات. هذه بعد الحصار الجار. اي نعم، فكانت عندنا الجداريه تنيم المجد، فجبنا السياره هذه، وبعد يعني كانت فكره تشوف تواقيع الناس كلها. اي نعم، هذه بعد الحصار طبعا. هذه بعد الحصار، كان ذيك الايام ايام رمضان. والناس يعني كانت تسهر في الليل والعيال يعني صحيح. زين، هاي سياره موديلها كم ابو محمد؟ هذه 58. ما تعرف حق منها سياره؟ لا والله، عاد هاي المعلومات عند الوالد هو اللي ايه. بس حلو. وفي القسم هذه احنا ركزنا اكثر شيء، اذا تشوف المرسيدسات يعني هنا عندك ال 190 الاس ال الزرقاء هذه. هاي موديلها كم؟ هذه 61. وهذه البيضة 71، هي من نفس الطراز بس اللي عقبها الموديل اللي بعدها. وهذه السيارات الفخمة من المرسيدس. وهذه السوداء 600، هاي طبعا معروفة كانت بسيارة الرؤساء. وفي حتى لقطات حق الشيخ خليفة الأمير الأب الله يرحمه، يعني في مثل هذه السيارة. هاي موديل 53؟ لا هاي السيارة موديل 71. بس انتجوها من 64 لين 82. 82 وقفت. وقفت في 82. طبعا هاي السيارة شغالة، ويعني آخر مرة بعد شاركنا في معرض من كم من شهر. هاي مرسيدس بعد. وهذه بعد مرسيدس، هذه 220 موديل 52. هذه السيارة مهمة يعني للتاريخ مرسيدس، لأن من أول السيارات اللي انتجوها بعد الحرب العالمية الثانية. إيه، فبدأ الإنتاج تقريبا. يتغير. إيه 48 9 يرجع المصنع، طبعا المصنع كان مدمر. وأول ما رجع هذه كانت أول سيارة كشف. كوبي وسووا منها الكشف هذه. الحين محمد ندري أبوك النهاوي يعني للأشياء القديمة والأشياء التراثية. أشعر إنك أنت أيضا بديت تدخل في هذا المود وعجبك باين. أنا يعني انولدت في يعني في هذه الهواية، ومع الوالد طبعا يعني منها السيارات ومنها كثير من الأمور. وحبيت الموضوع. وحبيته وأنا بصراحة مع أخواني كلنا الحين بصراحة مهتمين في المتحف، ودائما يعني شبه يوميا نكون متواجدين. الله 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 لا يفرقكم. الله يسلمك. الله لا يفرقك. هذه السيارة شنو بعد؟ هذه الله يسلمك كادلك موديل 1912. كادلك إيه طبعا في ذاك الوقت، وما زال كادلك هي المصنع اللي صنع السيارات الفارهة في أمريكا. صحيح. وانشهر بهالطريقة ومن بداياتها. موديل كم هاي؟ 1912. 1912 إيه نعم، 6 سلندر. يعني سيارة مميزة مثل ما قلت لك، وما السيارات هاي كانت شاسي وانت على كيف. فاللي اشتراها مثلا حب ان السيارة تكون كش فيها اربع كراسي. بعضهم يعني يغيرونها يبونها سبورت اكثر، ولا يستخدمونها كانوا بعد في السباقات. وما كان يعني السيارة ما كانت متوفرة للكل في ذيك الايام. هاي اللي يقول عن الوالد مكانك. ايه. هاي لعبتك. هذه الحين المتحف الجديد، متحف السيارات. هذه بيكون بس متحف خاص بالسيارات. حاليا احنا نجهزه على اساس ان نعرض فيه تقريبا 500 سيارة. 500 سيارة. رغم اني اشوف ان عدد سيارات كبير فيها. فيها العدد طبعا، للحين المبنى عاد هناك ورا مكان. السيارات يعني مش الزائرين المتحف يعني اكثر شيء بصراحه احنا نشوف اللي يهتمون فيه واللي دي السيارات يعني كل اللي يحبها. صحيح. فاحنا خصصنا المكان هذه، طبعا في كذا جناح بيكون ان شاء الله. هذه المكان الرئيسي اللي بيعطيك نبذه عن تاريخ السيارات من بدايتها لين يعني السيارات الحديثه. هذه
هذه سيارة أمريكية باك موبيل، هذه يعني توها يعني وصلتنا، جبناها من أمريكا. يعني تشوف حالتها شوي تعبانة، يبغي لها يعني شوية صيانة. هاي لها موديل ولا ما؟ هذه 1901. ما شاء الله. ايه. ما شاء الله. وهذه سيارة بعد يعني من سيارة مهمة تاريخيا، لأن هذه السيارة أول سيارة كهربائية. أول سيارة كهربائية على كانت على بطاريات 12 فولت، موديل 1909. 1909. ايه. صنعوها شركة اسمهم بيكر في سيارة أمريكية، وتقريبا هم من 1899 لين 1914 ما طوروها وطلعت يعني للمكاين البترول والديزل. ايه. ذاك الوقت تطورت أكثر وكانت أسرع وأرخص. وأرخص طبعا. يعني هذه كانت تقريبا جديدة ب $800 في ذاك الوقت، في ذيك الأيام 1909 كانت ب $800. سرعتها تقريبا توصل 30 كيلو في الساعة، وتمشي لها يعني 150 كيلو على بطارية واحدة. هذه بعد سيارة من بداية 1900. هذه سيارات البيكاب يعني اللي يحملون فيها الأغراض اللي كانوا يستخدمونها حق المزارعين. ما لا، هي هذه أكثر شيء في المدن. المزارعين عاد ذاك الوقت للحماجة، المزارعين بلشوا في الدفع الرباعي، يعني هذه يعني في الفترات اللي عقب، لأن السيارات الأولى ضعيفة ودفريشن واحد، فما كانت يعني حتى في الطين ولا في الأماكن الصعبة ما كانت تروح. هاي فورد. هذه فورد من سكوتلندا، السيارة اللي كان راعيها يعني عايش في الأرياف في سكوتلندا، ولقيناها عند عيلته يعني بأغراضها كلها. سبحان الله. وورثينها السيارة يعني من أكثر من 80 سنة، فجبناها على حالتها في المتحف، صار لها الحين تقريبا 20 سنة موجودة. على نفس على حطت يد يعني باين عليه قناص صياد شيء صياد. هم طبعا هناك مناطق عندهم بحيرات. ايه عندهم ديفي باين عليه صياد. ايه ايه. هذه فورد. هذه الموديل تي. الموديل تي يعني السيارة مهمة، لأن أول سيارة هو هنري فورد ابتكر خط الإنتاج. فهم في هذيك الأيام كانت السيارات يعني غالية، فهو طلع بالفكرة هذه إن تبدأ السيارة بشاصي. تشغيل. إيه. ممكن تشغلها كذي، وعقب يعني كان في السلف مال يعني ذيك الأيام وصلت. فأنتجوا منها ملايين من السيارات الفورد الموديل تي، لأنها كانت يعني بسيطة، تبدأ شاصي خشب وبعدين يمر على مراحل الإنتاج، تركب فيها الماكينة والجير. وكان أول واحد اللي سوى البدي حق السيارة، فأنت تشتري السيارة بالبدي مالها. هاي كانها سيارة إسعاف ولا شيء؟ هذه سيارة إسعاف 1914، كان بداية سيارات الإسعاف. هاي في العراق؟ هذه في العراق، في بغداد، في مستشفى المجيدي سنة 1925. وتشوف السيارة اللي قدام المستشفى مشابهة للإسعاف هذه الموجودة. طبعًا كانت بسيطة يعني ما فيها شيء. ماركة السيارة. هذه فورد بعد. بعد فورد. إيه. أشهد بالله إن عريق الفورد. إيه. هو الفورد من أهم المصنعين في بداية 1900. هما يعني أكثر شركة انتجت سيارات في ذاك الوقت، وكانت سيارات اقتصادية. هاي فيات. هذه أولدزموبيل. أولدزموبيل. إيه. أولدزموبيل كوبي. هذه موديل آخر العشرينات. آخر العشرينات. إيه. هذه سيارة بيوك بعد من الخمسينات، من سيارات الوالد يعني. هاي كان في هاي أريل هني فوق. هذه الآية فيها الأريل، وهي أغلب السيارات كانوا يغيرون فيها يعني. كانت أغلبها ما تيجي، كان الراديو غالي ذاك الوقت. صحيح. فيطلبونها من غير راديو ويركمون لها شيء. راديو. ايه. صحيح. وعقب جاء المسجل الأسطوانة، كانوا يحطونه بعد في السيارة، فكلها كانت أكسسوارات. وعندنا بعد مجموعة من الأكسسوارات هذه، شيء منها على السيارات وشيء منها موجودة يعني.
يعني هاي القسم انت بالنسبه لك مهم جدا؟ هو مش مهم، هو طبعا اكيد مهم، واحنا اعطيناه يعني خاصه في الفتره الاخيره، لان السيارات مشكله في صيانتها، المشكله ان السياره تتكون من الاف القطع. صحيح. فمحتاج انك انت يعني محتاجه لها رعايه يعني بشكل دائم. محمد، انتم هذه تبون حق يعني كمتحف حق وسائل النقل بمختلف هو المتحف متحف سيارات. بس لاحظت انا مثلا طبعا بدايه المدخل بيكون في هاي المحمل، فبيكون في مثلا المحمل عربه الخيل، لان يوم شفنا ذيك السياره البنز هي عباره العربه اللي من غير حصان. صحيح. فهي هذه تكمله الفكره كوسيله نقل. العين شيخ محمد، انت الان تشتري سيارات او ولا الوالد هو المسؤول عن هالموضوع ولا انت؟ لا بعد يعني والله انا يعني عندي بصراحه، بس الوالد يعني ما شاء الله صار له يعني فترة يعني طويلة. فتره طويله يجمع فيها. يعني احنا شفت سياره في اوروبا ولا في مكان معين يعني وعجبتك كلاسيك؟ ايه يعني عندي يعني مجموعه ركزت على يعني انواع معينه. خلينا نوقف عند اصفر معصفر ليت محسن يشوف. ايوه عند الاصفر بس بنوقف. فاصل اعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونواصل من هذا المكان في متحف الشيخ فيصل بن جاسم وقسم السيارات، اللي حقيقه ادعو الجميع لزيارته، حقيقه ممتع لاخر درجه. معنا الشيخ محمد وهو ايضا اللي قاعد يشرح لنا عن هذه السيارات. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين من جديد ونواصل رحلتنا في متحف الشيخ فيصل بن جاسم آل ثاني، ومع عبق الماضي وسيارات الماضي وجماليات أيضا هذه السيارات في الماضي. محمد، هل أصفر هذه شنو؟ هاي فوق. هذه إحنا الحين المتحف خلصنا هذه السيارات اللي قبل الحرب العالمية اللي ورانا. أيوة. وهذه من بعد الحرب العالمية، فإحنا هني وصلنا تقريبا آخر الأربعينات بداية الخمسينات. بداية الخمسينات. هاي موتر شنو؟ هذه باكارد. باكارد. باكارد اللي هي شركة أمريكية، وكانت يعني من الشركات اللي تنافس الكادلك في ذاك الوقت. محمد، هذه طراتها المذهبة من أول من بداية. هذه من الأول، وكان شيء لا، بس هاي كان نوع من الأكسسوارات للسيارة. إكسسوارات. ففي سيارات يعني هي تقريبا لها ديزاين معين، وكانت الناس أغلبها تغير في ذاك الوقت. كان التغيير شيء عادي. أنا أذكر صورت في سيارة سنة 2001 في برنامج الليوان. إيه. في سيارة برويك إياها 2001. إيه. يوم كان إيه. في التلفزيون برا. أيوة. الفولكسويجن الأصفر. أيوة. موجودة هنا. إيه. وموجودة كانت كذا السيارة، بس أنا أذكرها يعني. إيه. إيه. أنا أذكرها. إيه. برا صورنا هناك. بعد المجلس القديم. صحيح. صحيح. لا، وكانت السيارة تخبر الدور في البرنامج. ايه الدور. ايوه. ايه. هذيك. ايه. هاي مرسيدس. وهذه مرسيدس بعد. هذه السيارة او تقريبا مثل الاس كلاس اليوم، اللي هي السياره الفخمه. هاي سيارات زقرت عاد الاول. هذه 6 سلندر مكيفين يعني قويه. اي موديل كم؟ اوتوماتيك. هذه 68. 68. اي 68، وانتجوهم لين السبعينات بعد. هذه كشف حلو. هذه سيارة كوكا كولا. اوه
فورد. اي صح صح. كوكولا اصليه يعني السياره هذه. هذه اللي كانت توزع الكوكولا. هاي اللي كان يتوزع. صحيح صحيح. هذه موديل اخر الثلاثينات والاربعينات. وهي صناديق الكولا كانت تركب. اي. طبعا احنا المكان اللي شفناه هذاك السيارات اللي تهم الكل او خلينا نقول السيارات العالميه. صحيح. فاحنا بحكم يعني الطبيعه عندنا في قطر بحكم هواياتنا وتاريخنا احنا اهتمينا في السيارات اللي لها تاريخ في قطر واللي يعني خاصه في موضوع المقناص. صحيح. اللي لها ايه؟ اللي لها علاقه وبصراحه يعني الشباب مهتمين فيها. صحيح. واحنا يعني بعد اهتمينا في السيارات. هذه أوبرن أمريكية من آخر الثلاثينات. وهاي سيارة عرس ولا سيارة دي؟ هذه لا، هذه سيارة أمريكية إكسكاليبر اسمها، موديل 84، شاصيها شاصي لينكن، والبدي مالها فيبر على يعني السيارات القديمة، ماخذ الديزاين القديم. السيارات اللي هذه من السيارات اللي هي تشوفها مثلا الرنج هذاك البني من موتر الوالد قنص فيها في باكستان في الثمانينات. صحيح. والسيارة تمت هناك في بيت الوالد لين من تقريبا يعني أقل من 10 سنوات رجعنا السيارة مع مجموعة من السيارات. والفورد هذه؟ والفورد هذه تقريبا 48. السيارات اللي فوق كلها هذه أغلبها يعني هاي مالت البر. اي سيارات مالت الطعوس، سيارات مقانيس، وجزء منها يعني أكثر من 20-30 سيارة من مواتر الوالد اللي قنص فيها، مواتر يعني هالقطر هني جدي. ففيها يعني مثلا حتى الاكسسوارات، الجهاز المتريلا موجود فيها، تلفون السيارة موجود، الشبه مالت الطيور موجوده، الـ يعني كاغلب الاكسسوارات اللي كانت موجوده في السياره في ذاك الوقت ما زالت يعني محتفظين فيها في داخل السياره. حتى لوحاتها بعض السيارات ارقامها القديمه خليناها على السياره، ومجموعه منها كبيره يعني كلها شغاله. حمد هاي الفرد حق الوالد؟ هذه لا، مش هذه مش للوالد، هذه التيوتا للوالد موديل 79. التيوتا هذه بعد الاف جي الحين هاي يعني صارت سياره نادره. ما صحيح يعني ما تلاقيها بهالنظافه اذا تشوف الاستيكر ماله للحين فيها. هذا الحين موجود فيها. ايه. هاي اغلب السيارات قنصت فتره معينه ويعني انهملوها في ستور ولا في مكان. صحيح. يعني فتره قريبه طلعناهم. بس محمد احتجتوا وقت لين اهلتوا السيارات وضبطوهم؟ والله يعني بصراحه مجهود وفي فريق يعني معنا شغال يعني خاصه لصيانه السيارات. وبلا شك ثروه الان هاي ثروه. ايه. يعني هي الله يسلمك السيارات هذه احنا مهمه لان كل يوم اذا رحت تبحث عنها ما راح تلاقي سيارات لها نظافه. صحيح. يعني اوقات بعضها جديده يعني مثل التيوتا اللي هناك اللي فوق. ايه؟ هذا الموديل التسعينات. صحيح. هاي اللي موجوده ماشيه على 10000 كيلو. ايه. 20000 ما عاد يعني تلاقي نفسها. لا ما تلاقي نفس نظافتها. لا ما تلاقي يعني حتى اوقات حرام انك انت تطلعها. صحيح. ما يهون عليك توديها مكان. ايه؟ ولان خلاص يعني اصبحت تحفه يعني. بعد موجود عندنا من السيارات الداخليه، حتى الدفاع المدني جيبين. سيارات الدفاع المدني، سيارات الجيش. هذه إيه؟ هذه اليونيموغ. هذه يمكن في السبعينات. هذه اخر السبعينات. هذه اظن 79. وتشوف قدامها هذيك البرتقاليه، هاي جبناها من المانيا من مزرعه هناك، راعيها مجددها يعني السياره يعني شبه جديده، وهذه على يعني اصليه. هاي سيارة شرطة ذيك؟
وهذيك الفوق هذيك سيارات الشرطة مجموعة منها استخدموها حق أفلام في هوليوود. هوليوود ها؟ وفيصل ما حد عرض عليكم مثلا شركات السينما شركات الإنتاج إنهم يأخذون منكم سيارات مثلا حق أفلام حق؟ والله يعني في الدوحة لا، احنا اغلب السيارات يعني تكون تيجينا مثلا يطلبون حق مشاركات المعارض حق التلفزيون هني. هذيك السيارة الفولكسويجن الفولكس سيارة من هذيك يا ربي. هذه السيارة كانت في برنامج الليوان. ايه صحيح هذه كانت عندنا. نعم 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 نعم. هاي طبعا الاندروفرات، هاي السيارة برمائية، هاي برمائية ايه اللي فوق، هذه الاندروفرات من سيارات الله بيجو 505 بيجو. والبيجو كانت يعني انتشرت في خاصة في دول الخليج هذه خاصة في السبعينيات كانت هي السيارة رقم واحد تقريبا انتشرت وهذه سيارة مشهورة صوروا منها في فيلم Gone in 60 Seconds صحيح، وانشهرت السيارة، واللي صنعها كارل شلبي يعني كان سواق سباقات وبعدين سوى شركة يعدل سيارات الفورد وكان يقوي مكاينها، فسوى منها تقريبا 60 أو 80 سيارة. وهو الرجال مات تقريبا من 4-5 سنين، بس هذه السيارة يعني واحدة من اللي هو صنعها تقريبا في أكثر من 800 حصان، يعني أسرع من حتى السيارات الجديدة. هذه السيارة كاستم اللي السيارة معدلة فيها قطع أكثر من 20 سيارة، فالشبك مثلا تشوفه مأخوذ من سيارة من الخمسينات، الليتات نفس الشيء من سيارة غير، السقف مالها مقصوص ومنزل، الطبلون من داخل كورفت، فكل مغير السيارة كل قطعة يعني من كل قطرة. شيخ فيصل متى تتوقع أن هذا القسم ينتهي ويبدو زيارة؟ إحنا الحين مبدئيا القسم الأمامي هذه إن شاء الله بيكون على آخر هالأسبوع بيكون فاتح وبعدها بنكمل يعني في ال هذه جديدة تحيلين هالسيارة جديدة. هاي السيارة هدية من الوالد الشيخ حمد بن سحيم، كانت سيارته وطرشها لي تقريبا من فترة بسيطة، حاليا شغالين عليها بنسوي لها يعني صيانة بعض الأمور، بس سيارة يعني شبه جديدة. هذه قلت لي حق الشيخ حمد بن سحيم. هذه الشيخ حمد بن سحيم سيارته كانت بيض الله وجهك يا وجهك أبيض الله يسلمك. ما قصرت، تعبناك تعبنا الوالد الساعة المباركة لكن حقيقة أنت تستاهلون من يزوركم وي حقيقة ويستمتع بهذا المكان الجميل. الله يجزيك خير. شكرا أعزائي المشاهدين، مشكور على الزيارة. ولا هجيت يعود لي ذلك الفي، هيهات مرجوع القمر من مغيبة، إلا أن تعود عصور شداد والوي، ولا الصبا يرجع لعود وشيبة. أعزائي المشاهدين، نسدل الستار على نافذة على الماضي على أمل أن نلتقي بكم في نافذة أخرى. للدرايج ذكريات وماضي في صدر السنين، نفتح نوافذ مقفلات ونشاهد الماضي حنين.
ونلمس شواهد حاضرات هي نفايس الأولين ونصدر الصورة ثبات من زمان الطيب.